ليس من السهل نقل الزي التقليدي إلى العالمية، لكن مصممة الأزياء البحرينية كبرى القصير رفعت سقف طموحاتها عاليا من خلال عرض للأزياء التقليدية البحرينية في العاصمة موسكو. ثوب النشل وجلابية البحرينية بلمسات عصرية، أبرزت من خلالها المصممة كبرى القصير ثراء وجمال الزي التقليدي لدولة البحرين. أنا سويت all in one، يعني هم إذا طلعت القطعة قطعة واحدة تشوف حتى ديزاين الروسيات يقدرون يلبسونه، الفرنسية تقدر تلبسه، والخليجية تقدر تلبسها. يعني درست الموضوع إنه يكون كل الدول شامل قطعة واحدة عندي، فكان أنا بالقصد عملته هني بروسيا. بعدين عشان أعرف الشعب الروسي على التراث البحريني، تميت استمرارية القصة البحرينية موجودة عندي. أزياء المصممة كبرى تميزت بألوان جميلة كالأزرق والأخضر والعنابي. استعملت المصممة في أزيائها زخارف مستوحاة من الطبيعة وتطريزا بخيوط معدنية وحريرية. ببساطة يمكن وصف هذه الأزياء بالساحرة. أكيد أنها تختلف عن الأزياء الأوروبية في الكثير من التفاصيل، لكنها عموما أزياء مريحة وعملية وذات تفاصيل جميلة جدا. أزياء المصممة البحرينية كبرى القصير اتسمت بالديناميكية والخروج عن المألوف، دمجت فيها الموروث البحريني بالموضة العالمية، وأدخلت على الزي التقليدي لمسات أوروبية وإكسسوارات عالمية. هذه الأزياء تتميز بكثرة التطريز والإكسسوارات، ما يكسبها الكثير من الجمال. أزياء تعكس ثراء وتقاليد دولة البحرين. من الواضح أن المصممة ركزت على الجانب التقليدي في عملها. الأثواب والأزياء التي عرضتها المصممة كبرى القصير في موسكو حاولت من خلالها تخليد الزي البحريني وتطوير الأثواب التقليدية كالجلابية والنشل، مع الاهتمام والحفاظ على هوية وأصالة الزي البحريني.